الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية شاملة تأتيكم على شاشة النيل للأخبار. مرحبا بحضراتكم. بداية البانوراما دائما أهم العناوين. مجلس الوزراء يقرر أن يكون غد الخميس إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال بسبب توقعات الطقس السيء. عمليات تطهير وتعقيم واسعة بجميع المطارات المصرية ومترو الأنفاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية تقول إن فيروس كورونا تحول إلى وباء عالمي، ومعدل الإصابات يواصل ارتفاعاته في أوروبا. إلى التفاصيل، فمرحبا بحضراتكم من جديد. أجرى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإيطالي كونتي، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، وأكد دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى بروكسل، وذلك في مستهل جولة أوروبية تشمل كل من بلجيكا وفرنسا. كان شكري قد تقدم العاهل البحريني حمد بن عيسى وسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات سد النهضة، وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لمواقف البحرين المساندة لها، والتي كان آخرها دعمها للقرار العربي الصادر عن الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية بشأن التضامن مع مصر في ملف سد النهضة. قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام غدا الخميس إجازة رسمية نظرا لظروف الطقس السيء المتوقع غدا. وفي مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أعلن عدد من الوزراء أنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة المحافظات والجهات المعنية والخدمية لمواجهة موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد بدءا من الغد وتستمر على مدار 3 أيام. طوارئ واستعدادات في صفوف أجهزة الدولة لمواجهة موجة الطقس السيء المتوقعة على مدار الأيام 3 المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بهطول أمطار غزيرة على أنحاء الجمهورية تصل إلى حد السيول في مناطق مدن القناة والبحر الأحمر وسيناء. وجود منخفض جوي متعمق بشكل كبير في سطح الأرض وفي طبقات الجو العليا بيجلب رياح نشطة بشكل كبير تصل إلى 60-70 كيلومتر في الساعة على محافظات شمال البلاد، محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد كمان. طبعا الأجواء دي غير مستقرة تماما، كميات سحب كبيرة جدا، قاعدة السحابة قريبة جدا من سطح الأرض، هيكون في كميات كبيرة من الأمطار، في هطول شديد للأمطار على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، متوقع كميات كبيرة من الأمطار، فنرجو السلامة بإذن الله. كميات الأمطار دي هتصل لحد السيول بالفعل على مناطق متفرقة، سواء كان في مدن القناة، المدن المطلة على خليج السويس، سيناء، محافظة البحر الأحمر وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأيضا محافظات من شمال وجنوب الصعيد. عدد من الوزراء أكدوا في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الجهوزية التامة بالأطقم البشرية والمعدات لمواجهة تجمعات الأمطار في أي مكان بمحافظات الجمهورية. في الحقيقة في وزارة الموارد المائية والري احنا خدنا احتياطات كتيرة قوي، قللنا التصرفات من بحيرة ناصر بحيث ان هي بنفضي مجرى نهر النيل، بنفضي الترع، بنفضي المصارف، بنوطي مناسيب البحيرات بحيث ان احنا لما يكون في كميات امطار نستوعبها في السدود اللي احنا عملناها
خلال الاربع سنين اللي فاتوا حوالي 200 سد. احنا ما عندناش في الحاله الطبيعيه معدلات تساقط امطار ولا ربع اللي احنا هنتوقعه ولا خمس اللي احنا هنتوقعه في الفتره الحاليه، وبالتالي قد يستلزم ذلك قيام الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعه بتخفيض الضغوط في بعض المناطق، واذا استلزم الامر قطع المياه في بعض المناطق حتى يتم تفريغ الشبكه لاستيعاب الامطار، هيتم التنويه على ده قبله بفتره لازمه من خلال الوسائل المتبعه. في خطه طوارئ متبعه، لان ضمان الاقلاع والهبوط من المطارات لازم يكون بيتم بمراعاه الحد الادنى للرؤيه والحد الاقصى لسرعه الرياح واتجاهها على المطارات والحد الاقصى لكميه الامطار المتساقطه على مطارات الجمهوريه. وتحسبا لهذه الظروف الجوية، قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح أجازة الخميس للمدارس والجامعات والعاملين بالدولة وموظفي القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام، حفاظا على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة الطارئة. تنسيق وتعاون بين الوزارات والجهات المعنية واستعدادات حكومية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيء المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة على محافظات الجمهورية كافة. من مقر مجلس الوزراء، هشام حامد، النيل. وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية وتكثيف سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية وانعقاد غرفة أزمات وطوارئ على مدار الساعة، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من غد الخميس وحتى السبت 14 من مارس الجاري. وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار المتحدث الرسمي للوزارة إنه تم توفير فرق الانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها. هذا وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي بجريدة روزا اليوسف. بعد التحية أستاذ محمد، كيف ترى الإجراءات التي اتخذتها الدولة تحسبا لأي أضرار قد تنتج عن موجة الطقس السيء غدا؟ بالفعل في اجتماع مجلس الوزراء النهاردة قرر رئيس الوزراء مع حكومته ومنح أجازة لجميع العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال والخاص وكافة البنوك أجازة يوم الخميس فقط نظرا لسوء الأحوال الجوية التي ستصيب البلاد خلال ال 72 ساعة القادمة. القرار في مغزاه، يعني الغرض منه هو يعني حماية المواطنين من تعرضهم لأي خطر سواء على الطرق أو في الممرات المختلفة، نظرا لأن الفترة القادمة ثلاث أيام القادمة ستشهد منخفض جوي ربما غير مستقر وربما يمر بالبلاد منذ عقد من الزمان، وبالتالي كانت الحكومة حريصة كل الحرص على منح العاملين أجازة، ومن قبلها تم منح الطلاب وطلاب المدارس والجامعات أجازة برضو حرصا على أرواح الطلاب والتلاميذ وحرصا على عدم تعرض أي من المواطنين للتعرض لأي خطر ناتج عن هذه الأحوال الجوية السيئة. وفي كمان عندنا من ضمن القرارات هناك يعني جهات أخرى حددتها السلطة المختصة بعدم منحها الأجازة، زي المخابز، زي المطاحن، زي النقاط الشرطية، زي هيئة الصرف الصحي والكهرباء، دول في حال الطوارئ باستمرار. وعندنا كمان تحركات من قبل المحافظات وغرف عمليات نظرا لتجمعات المياه. نعم. واستعدادا طيب أستاذ محمد، يعني برغم كل ذلك إيه النصيحة التي توجه للمواطنين بصفة عامة في مصر؟ والله احنا عايزين نقول نلتزم بالتعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم يعني الالتزام بقدر الإمكان داخل البيوت، عدم التحرك بسيارات أي ما كانت نوع التنقل بتاع المواطن يعني بصورة سريعة، عدم ركن السيارات بجوار المنازل شبه المتهالكة أو القليلة للسقوط، عدم برضو ركن السيارات بجوار أعمدة الكهرباء، عدم المرور أو لمس أعمدة الكهرباء للمواطن وهو ماشي. مجموعة التعليمات دي يجب أن يلتزم بها كافة المواطنين، والاطلاع على تعليمات هيئة الأرصاد الجوية وتعليمات برضو هيئة المحافظات برضو مطلعة كافة التعليمات
لكل محافظة فيها وخط السير وتجمعات المائية برضو عدم الـ يعني الذهاب ليها أو المرور بالأماكن اللي هيبقى فيها تجمعات مائية كبيرة. حالة من الطوارئ طبعا بتشهدها الحكومة المصرية خلال الـ 72 ساعة حرصا على تيسير الأمور على المواطن. نعم، هاتفيا الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي بجريدة روزال يوسف، شكرا جزيلا لحضرتك. ونتحول إلى ملف فيروس كورونا العالمي. استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقد وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتولى وزير الدولة للإعلام التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وذلك لتكثيف نشر وإذاعة برامج التوعية الخاصة بمواجهة هذا الفيروس، وشدد على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها ردع كل من ينشر أخبار أو بيانات كاذبة أو شائعات تستهدف النيل من مصلحة الدولة. أكد وزير الطيران المدني محمد منار أن المطارات المصرية قامت باتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية في أعمال التطهير والتعقيم بشكل مستمر لمختلف المرافق التابعة للمطارات وفقا لأعلى المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على صحة الركاب والعاملين بالمطارات. وقد أوضح وزير الطيران في بيان أن هناك تنسيقا فعالا مع وزارة الصحة والسكان من خلال إدارات الحجر الصحي والطب الوقائي لضمان الالتزام بالتلقيق الطبي لجميع الركاب، كما تقوم شركة مصر للطيران بتعقيم طائراتها بما يشمل مقصورة الركاب والممرات والمقاعد، بالإضافة إلى جسم الطائرات من الخارج كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. قال المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي إن الشركة ما زالت مستمرة في إجراء عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة. إلى جانب ذلك تقوم الشركة بتوزيع الكمامات الطبية على العاملين بالمحطات والركاب داخل الصالات وعند منافذ التذاكر وعلى أرصفة المحطات وداخل القطارات. أصبح مشهدا معتادا في ظل مكافحة فيروس كورونا ضمن إجراءات وقائية اتخذتها شركة مترو الأنفاق تشمل استمرار عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات ومنافذ التذاكر وغيرها. تطهير جميع المحطات وجميع القطارات، وده في فريق عمل موجود بيطهر كل المحطات كل القطارات بمواد معتمدة من وزارة الصحة أيضا للقضاء على هذه على هذا الفيروس. أيضا في قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات في الأماكن والميادين اللي هو القرار اللي صدر، بناء عليه ان احنا كشركة مترو الأنفاق بندفع بقطارات إضافية. في ظل ارتياد الملايين لمترو الأنفاق عدت الشركة منشورات للتوعية بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى جانب الإذاعة الداخلية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية، بالإضافة إلى الإجراءات نفسها مع العاملين. إذاعة داخلية على طول الخط الأولاني وكذلك الخط الثاني والثالث شغالة بصفة مستمرة لتوعية جمهور الركاب، وبالأمس قمنا بتوزيع كمامات على جميع الركاب مع إرشادهم مع ملصقات وإعلانات موجودة على جدران المحطات أصلا وداخل القطارات لتوعيتهم والإجابة عن أي استفسار في أي وقت. الناس هي حضرتك شايف لابسين الكمامات وبنتعامل بحرص يعني مع الناس، وفي الرش بيترش وفي النظافة وكل حاجة تمام، يعني نحاول بقدر الإمكان برضو نحمي التصرف بتاعنا ونحمي الناس اللي موجودة. المواطن من جانبه يساهم في فعالية نجاح حملة مكافحة الفيروس من خلال التزامه بارتداء الكمامة بمناطق الازدحام لضمان نجاح خطة الدولة في مكافحة فيروس كورونا. إجراءات احترازية لمرفق مترو الأنفاق لمكافحة فيروس كورونا والذي يتردد عليه ملايين المواطنين، إجراءات احترازية ولو كانت كبيرة فإنها تحتاج إلى ثقافة مواطن لإظهار نتائجها على أرض الواقع. رمضان المطعمي النيل.
اتخذت وزارة التربية والتعليم الفني إجراءات احترازية على نطاق واسع، حيث أرسلت تعليماتها لكافة مديريات التعليم على مستوى الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا في كافة المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم. كما تقوم الوزارة بمتابعة عمل العيادات الطبية في المدارس والتأكد من عملها بكل طاقتها وتوافر جميع الأدوية والأدوات اللازمة. استجابة سريعة من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم لتعليمات الوزارة بشأن اتخاذ كافة التدابير والاشتراطات الوقائية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد. نموذج فعلي قام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الدراسي، وهي إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم. التهوية اليومية زي ما انتم شايفين كده بيبقى فيه تهوية بالنسبة للطلاب، بحيث ان يعني الفريش اير ده طبعا بيمنع اي انتشار للعدوى. النظافة الصحية في التويلتس والكوريدورز وتعليق المطبوعات الطبية أو الإرشادية اللي بتساعد على تجنب انتشار العدوى. النظافة الشخصية بالنسبة للأولاد كمان قبل الأكل وبعد الأكل، وتنظيف الأسطح بمواد منظفة بحيث أن احنا نحافظ على أولادنا وصحتهم. متابعة دورية وهو داخلين اللاين الصبح، احنا بنعمل تشيك أنا والدكتور بالتبادل مع بعض على اللاين وعلى الفصول. خطوات مواجهة الفيروس تمثلت في التطهير الكامل وشامل للمدرسة والفصول ودورات المياه، ومتابعة عمل العيادات الطبية بالمدرسة بكامل طاقتها وكفاءتها، واحتوائها على كافة الأدوية المطلوبة حال وجود أي شكوى مرضية. بداية العيادة مجهزة بجميع الأدوية اللي بيحتاجها الأطفال في حالات الطوارئ، وطبعا جهزنا غرفة للعزل موجودة في المدرسة في دور تاني مختلف عن الدور اللي احنا فيه دوت، ومنفصلة تماما بكل متعلقاتها عن عيادة المدرسة. وعندنا هنا طبعا الأدوية المستخدمة، وطبعا مقياس الحرارة الترمومترات موجودة، الفيس ماسك موجود عشان لو في حاجة احتاجت، وإن كان الحمد لله الأمور يعني تحت السيطرة حتى الآن. مأكدين جدا على أهمية غسيل الايدين قبل الاكل، لازم تغسل ايديك، لازم تتاكد ان سطح المكتب بتاعك نظيف، بيستخدموا الوايبس بينظفوا التيبل قبل ما يبتدوا ياكلوا، بعد كده يروحوا يغسلوا ايديهم. اجراء يومي تقوم به المدرسات لتوعيه التلاميذ بطرق الوقايه. نموذج فعلي يعكس مدى التزام المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويعد رسالة طمأنة للمواطنين. ولاء الحديني، النيل. وللمزيد من التفاصيل والرأي والتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد عياد، مدير الجودة بمعمل بحوث الأغذية بجمرك الإسكندرية. مساء الخير دكتور أحمد، أهلا بك. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بكم. دكتور أحمد، يعني بعد إعلان منظمة الصحة العالمية في لسان مديرها العام تيدروس أدهانوم أن فيروس كورونا يمكن اعتباره بأنه وباء عالمي، ما هي الإجراءات الوقائية والاحترازية التي نتخذها في مصر بخصوص الواردات من الأغذية على وجه الخصوص؟ معمل الأغذية في ميناء الإسكندرية هو المسؤول عن تأمين بوابة مصر الشمالية. نعم. من خلال فحص كل الأغذية ذات الأصل الحيواني، سواء كانت اللحوم أو الأسماك أو الدواجن أو الكبدة أو القلوب أو المنتجات الألبان والجبن، كمان حضرتك أكل القطط والكلاب وإضافات الأعلاف، كل مستلزمات الإنتاج الحيواني الواردة لإسكندرية لمصر عن طريق ميناء إسكندرية. معمل فحوص الأغذية مسؤول عن فحصها. من يوم 7/1 وبداية إعلان وجود فيروس كورونا في الصين، بدأنا في سحب عينات لفحص فيروس كورونا بجهاز البي سي آر. موجود عندنا الكواشف الخاصة بفحص كورونا فيروس. من يوم 7/1 لحد النهاردة فحصنا أكثر من 1500 عينة، الحمد لله كانت كل العينات سلبية. نعم. طيب، يعني العينات يعني تأكدتم من خلوها من فيروس كورونا، هل هناك يعني مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تسلل أي منتج ليس بالضرورة في صورة أغذية فقط،
ولكن يتعلق بمنتجات الأغذية في مصر أو ما شابه ذلك وخلوه من فيروس كورونا؟ احنا بصفة يومية بنتابع الموقف الوبائي مع منظمة الصحة العالمية. حاليا بنسحب، بدأنا في الأول نسحب من الصين ومن دول بسيطة زي كوريا وإيطاليا والدول البسيطة دي، بعد كده حاليا بنسحب من كل الدول اللي ظهر فيها الفيروس، حتى مستلزمات الإنتاج اللي بتخش الإسكندرية بنسحب منها مساحات نفحصها بالبي سي آر عشان فيروس كورونا. لحد النهاردة الحمد لله كل العينات كانت سلبية. فبطمن حضرتك إن إسكندرية، ميناء الإسكندرية ما بيخش من خلالها أي شحنات فيها فيروس كورونا الحمد لله. تمام، بشكرك شكر جزيل دكتور أحمد عياد مدير الجودة بمعمل بحوث الأغذية بجمرك الإسكندرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وكما ذكرنا، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أدهانوم أن فيروس كورونا المستجد يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي. وقال أدهانوم في المؤتمر الصحفي اليومي للإعلان عن مستجدات الفيروس إن منظمة الصحة العالمية قلقة للغاية لسرعة تفشي الفيروس وعدم مكافحته بما يكفي. وأضاف المدير العام أن 81 دولة لم تبلغ عن أي حالات إصابة بالفيروس، مبديا استعداد المنظمة للتعاون مع الدول لتقليل التأثير الاقتصادي للفيروس. أكد مصدر مسؤول ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا إلى 827 وفاة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 12462 مصاب. تزامنا قالت وزارة الصحة البريطانية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 456 حالة، كما ارتفع عدد المصابين في هولندا بمقدار الثلث إلى 503 حالات. سباق مع الزمن تخوضه دول العالم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد الأرواح وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وفي هذا الإطار جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم دعوته لنبذ الخلافات والتوحد في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية بذل مزيد من الجهود في التعامل مع المرض. This is a common enemy and يعد هذا الفيروس عدوا للجميع. أعرف أن هناك خلافات بين الكثير من الدول، ولكن عندما نكون بصدد عدو للجميع أعتقد أنه يجب أن نركز عليه بدلا من التمسك بالخلافات. الآن الفيروس في تراجع مؤثر بالصين بعد التغلب عليه من السلطات والتعاون بين الشعب. لذا عندما تفعل أي دولة ذلك ستتمكن من التحكم في انتشار الفيروس لديها. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في كربلاء، ما دفع إلى إلغاء صلاة الجمعة هذا الأسبوع بالمدينة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 72 حالة. تزامنا أكد مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أعلنت تركيا عن أول إصابة بالفيروس على أراضيها لرجل عائد من الخارج. وفي أوروبا أعلنت سويسرا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 476 حالة، وأن حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت 3 حالات. وفي ألمانيا قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم إن ما بين 60% إلى 70% من الألمان عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، منوهة إلى أن كفاح ألمانيا ضد الفيروس سيستغرق وقتا طويلا. على صعيد متصل أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها ستجري فحوصات حجر صحي مشددة على القادمين من إيطاليا وإيران المتضررتين بشدة من فيروس كورونا، بعد أن سجلت كوريا الجنوبية 7755 حالة إصابة بالفيروس. من جانبها قالت حكومة إقليم هوبي الصينية إن الصناعات الرئيسية ستستأنف أنشطتها اليوم في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن فيروس كورونا أو كوفيد 19 ظهر في أواخر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. يأتي هذا فيما يواصل تفشي فيروس كورونا في الصين في التراجع، حيث سجلت 24 حالة إصابة جديدة و22 حالة وفاة جديدة في مدينة ووهان اليوم. وأكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية الصحية في الصين مي فينغ أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 80,700 إصابة، بينهم 61,400 حالة تعافت و 3,158 حالة وفاة. على مدار الأيام الخمسة الماضية ظلت أعداد الحالات المؤكدة والمشتبه بها على مستوى البلاد في حدود العشرات في البلاد كلها، ما عدا ووهان كان هناك حالة مؤكدة فقط خلال الأيام الخمسة الماضية. موقف التفشي بوجه عام منخفض وإجراءات الوقاية والسيطرة تسير بشكل جيد، لكن لا تزال هناك أعداد كثيرة مؤكدة في مقاطعة هوبي ووهان. مهمة الوقاية والسيطرة لا تزال شاقة، كذلك التطور السريع لتفشي الفيروس في الخارج يصبنا بحالة من عدم اليقين. وإلى لبنان، حيث أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان زياب وقف كل الرحلات إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا. وأضاف دياب في مؤتمر صحفي أن لبنان يتعامل مع أزمة كورونا بما يتماشى مع المعايير الدولية. نحن أخذنا الموضوع بجدية كاملة منذ البداية، وعم نعطي الأمور حجمها الطبيعي على حسب كل مرحلة من المراحل، وبالتالي إذا وصلنا أو ما وصلنا لهالموضوع هذا قرار يعني منه انفرادي، ولو منا مهتمين بالموضوع ما كنت أجيت حكيت كلمة اليوم، يعني كنت تركتها للجنة. بالعكس في اهتمام مستمر بهذا الموضوع، ولكن ما بدنا يعني ندب الذعر يعني بين بالشعب اللبناني. نحن حابين ناخذ الإجراء المطلوب بالمعايير الدولية. هذا وقد دعت إيران مواطنيها إلى البقاء في منازلهم وتجنب الخروج لغير الضرورة وعدم نشر شائعات بشأن فيروس كورونا. وأعلنت السلطات الإيرانية عن وفاة 63 حالة إضافية بفيروس كورونا المستجدة خلال 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 354 شخصا. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إنه بناء على نتائج فحوص مختبرات جديدة فقد تم رصد 958 حالة إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9,000 حالة. وإلى الشأن السوري وأهم المستجدات، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم صمود وقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية تنفيذا للاتفاق بين روسيا وتركيا والذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن بلاده لن تتوانى عن شن عمل عسكري بمنطقة إدلب حال عدم الالتزام بالاتفاق، زاعما أنه تم انتهاك الهدنة بإدلب. في الوقت نفسه هدد أردوغان أن بلاده ستترك الحدود مفتوحة أمام المهاجرين الذين يحاولون السفر لأوروبا، إلى أن يلبي الاتحاد الأوروبي توقعات أنقرة من اتفاق المهاجرين المبرم في عام 2016. هذا وقد أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا أن السلطات السورية بدأت في أعمال تطهير الطريق السريع M4 في سوريا الممتد من الشرق إلى الغرب في محافظة إدلب. ويأتي هذا بموجب الاتفاق الذي أعلنت عنه روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب، الذي حدد استخدام طريق M4 كممر أمني لتبدأ القوات الروسية والتركية في تسيير دوريات مشتركة على طول الطريق.
وإلى الشأن الفلسطيني، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات فوق جبل العرس التابع لأراضي بيت جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة إن الفتى محمد عبد الكريم حمايل 15 عاما أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال جبل العرمة، ونقل على إثر ذلك إلى مستشفى رفيديا. ويشار إلى أن 17 مواطنا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وبالغاز المسيل للدموع، وبينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف خلال تصدي أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جبل العرمة. هذا وقد دعا الرئيس الإسرائيلي ريفلين إلى ضرورة التوصل لحل وسط يتيح تشكيل حكومة جديدة بعد تلقي النتائج الرسمية للانتخابات والتي أجريت في 2 مارس الجاري. وقد أعرب الرئيس الإسرائيلي عن تأييده لأي اتفاق يمكن التوصل إليه وينتج عنه حكومة مستقرة تكسب ثقة الشعب. يذكر أن نتائج الانتخابات أظهرت حصول حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على 36 مقعدا في الكنيست، بينما حصل زعيم المعارضة جانس على 33 مقعدا. ومن أنبائنا بعد قليل في هذه البانوراما تحت عنوان مستقبل الإعلام الإفريقي، انطلاق الملتقى الدولي السابع للإعلاميين الأفارقة بمقر الجامعة العربية. حصلنا بسكم الحصبة احمولتكم ولادنا، ودي حاجة يا ناس معروفة كده من ايام اجدادنا، والحصبة الالمانية فيروس لازم يتحارب، الصحة دي احلى هدية فبلاش ندخل في تجارب، لازم تطعيم وبسرعة تأمنوا صحة أولادكم، انزلوا هتاخدوا الجرعة، احنا بنتعب علشانكم. صحة ولادنا نعمة كبيرة، الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية في كل محافظات مصر من سن 9 شهور ل6 سنين، في أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء لسن 10 سنين، ابتداء من 8 مارس وحتى 26 مارس تحت رعاية وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية. ما هو قادم الأخبار الاقتصادية؟ هذه الأنباء الاقتصادية تأتينا بصحبة الزميلة ميرفت المليج. أهلا بك ميرفت. أهلا بك أيمن، وأهلا بك دينا، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال في هذه البانوراما وأبرز ما نتابع فيها. مجلس الوزراء يوافق على عناصر استراتيجية توطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها. بكم. وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على العناصر المقترحة للاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، والتي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، والتي تناولت أهم التحديات التي تواجه عناصر صناعة المركبات. جاء ذلك خلال اجتماع تناول أهم أهداف هذه الاستراتيجية، ومن بينها تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المغذية إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومسايرة التقدم العالمي في هذه الصناعة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة مع توفير الآلاف من فرص العمل بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير المركبات. أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تفعيل أطر الشراكة مع مختلف المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمشروعات التنموية التي تتبناها المنظمة،
مشيرة إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة في مجالات التدريب وتوفير فرص العمل اللائقة، بالإضافة إلى الارتقاء ببرامج المسؤولية المجتمعية للشركات. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته جامع مع وفد منظمة العمل الدولية، حيث تم استعراض البرامج الحالية التي تنفذها المنظمة في مصر وعدد من مشروعات التعاون المستقبلية بين المنظمة والحكومة المصرية. بحث وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي مع كبريات شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وكبار موردي ومنتجي السلع الغذائية، بحث استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المعظم. وقد تم الاتفاق على إقامة معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات، وذلك اعتبارا من الشهر القادم. كما تم وضع تصور لخريطة وأماكن مجهزة لإقامة المعارض والشوادر وزيادة المعروض من السلع. سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه خلال تعاملات الأربعاء، بينما تراجع الجنيه الاسترليني وسط ترقب لحركة الأسواق العالمية في ظل حالة الاضطراب التي تشهدها خلال الأيام الأخيرة، وذلك على خلفية تزايد المخاوف من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصادات العالمية. وقد ارتفعت العملة الأمريكية بمقدار 1 قرش بالبنك المركزي المصري ليسجل 15 جنيها و66 قرشا للشراء و15 جنيها و78 قرشا للبيع. وقد تراجع الاسترليني بشكل ملحوظ أمام الجنيه ليسجل 20 جنيها و9 قروش للشراء و20 جنيها و43 قرشا للبيع. صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أنه تقرر تعطيل العمل في البنوك العاملة في السوق المصرية والبورصة المصرية الخميس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة وحسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية. وعلى صعيد التداولات، واصلت البورصة المصرية تعافيها في ختام تعاملات الأسبوع مدعومة باستمرار تعافي أسواق المال العالمية، وذلك وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار. وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 599.7 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية تجاوزت 5 مليارات جنيه. تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات لنقل الملكية بقيمة 4.3 مليار جنيه. خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بنحو 920 ألف مليون برميل يوميا عن التوقعات السابقة، إذ تتوقع أن يسجل زيادة بمقدار 60 ألف برميل يوميا. وفي تقريرها الشهري، انخفض إنتاج المنظمة في الشهر الماضي بمقدار 546 ألف برميل يوميا إلى 27 مليون و772 ألف برميل يوميا، وذلك بقيادة ليبيا بنحو 647 ألف برميل يوميا. وقد توقعت المنظمة أن يصل إنتاج المنظمة إلى 4.830 مليون برميل يوميا في عام 2020. وقد قالت المنظمة إن فيروس كورونا تسبب في تدمير نمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري، كما أن له تأثيرا اقتصاديا عالميا سلبيا قويا. نهاية أخبارنا الاقتصادية في بانوراما النيل، وعودة مرة أخرى للزملاء أيمن ودينا لاستكمال ما تبقى من البانوراما. إليكم. شكرا جزيلا لك ميرف. عقد الملتقى الدولي السابع للإعلاميين الأفارقة تحت عنوان مستقبل الإعلام الإفريقي، الفرص والتحديات، وذلك بمقر جامعة الدول العربية. شارك في الملتقى 15 دولة إفريقية وعربية من خلال خبراء في مجال الإعلام، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية الخاصة بالكرة السمراء ودور الإعلام في حلها. لمناقشة دور وسائل الإعلام ومسؤوليتها في تعزيز العلاقات بين الشعوب العربية والأفريقية
والمساهمة الفعالة في زيادة الوعي المجتمعي حول التحديات المختلفة للتنمية في أفريقيا، عقد الملتقى الدولي السابع للإعلاميين الأفارقة تحت عنوان مستقبل الإعلام الأفريقي، الفرص والتحديات. النهاردة المشارك معنا 15 دولة أفريقية، وده حاجة مهمة جدا، منهم من هذه 15 دولة 10 جامعات أفريقيا. في بعض الدراسات والبحوث التي ستقدم اليوم لمعالجة أو لهذه التحديات أو التصدي لهذه التحديات. من هذه التحديات احنا قلنا الإرهاب. حقيقة تواجه المنطقة العديد من التحديات، والتي يقع على بموجبة على عاتق الإعلام الإفريقي أدوار ومهام جسام في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء وبين الأشقاء في الدول الإفريقية المختلفة. تم مناقشة دور الإعلام في حل القضايا الاجتماعية والسياسية وزيادة وعي المواطن بها. الآونة الأخيرة الإعلام لم يعد فقط على الإعلام المرئي والمسموع، هناك السوشيال ميديا وبتسيطر كثير على الصورة العامة بالعالم، مش بس بمنطقة إفريقيا. الخبر بوصل بثواني، حتى تكون أنت إعلامي تقدر توصل صوتك وتتابع المشاكل باستمرار، وتقدر تكون متواجد كسلطة رابعة بالشارع. احنا بنواجه في القارة الأفريقية السمراء كمية تحديات لا مثيل لها في الفترات الأخيرة، ولنأخذ سد النهضة كمثال. كمية المعلومات المغلوطة والكاذبة اللي بتروج في وسائل الإعلام وبتروج على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بحصة مصر المائية، هي أخبار وشائعات لا صحة لها. دورنا إحنا في وسائل الإعلام يتمثل في المعلومة الصحيحة. تم التأكيد على أهمية تفعيل دور التربية الإعلامية لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع من الوصول إلى فهم وسائل الإعلام الاتصالية واكتساب المهارات في استخدام هذه الوسائل في دعم عملية تمكين دور المرأة الأفريقية ودور مواقع التواصل الاجتماعي في الحفاظ على هوية والتراث بالقارة الأفريقية. يلعب الإعلام دورا مهما في حل القضايا المختلفة والتواصل ما بين المجتمعات لتوحيد الرؤى تجاه العديد من القضايا سواء السياسية أو الدولية. ليؤكد الملتقى على أهمية التواصل ما بين الإعلام الأفريقي لتوحيد الرؤى والجهود لحل القضايا العالقة بين الدول. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، النيل. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بالسودان جعفر الصادق المرغني. وقد صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء تناول مجمل التطورات على الساحة السودانية ومسار العملية الانتقالية والتي تمر بها البلاد منذ التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في يوليو الماضي. وأوضح المصدر أن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة التزام الجامعة العربية بمساندة السودان والوقوف معه ومع شعبه في هذا الظرف الدقيق. وبانوراما النيل ما زالت مستمرة مع حضراتكم، وفيها بعد الفاصل الرياضي. ميدان سيمون بوليفار يتزين بجداريات فنية استعدادا لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط. الآن نذهب للتعرف على أهم الأنباء الرياضية بصحبة ياسمين الأصلي. ياسمين، ومع هذا الخبر، حيث أشاد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العداني وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بالمستوى الفني لجداريات المتواجدة بميدان سيمون بوليفار بوسط القاهرة. واطلع الوزيران ورئيس جامعة حلوان على الجداريات الفنية المرسومة على الكتل الخرسانية التي رسمها أساتذة وطلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلوان كجزء من ترتيبات التحضير للموكب المهيب للمومياوات الملكية الذي سيتم نقله من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط. استعدادا لنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، قامت ثلاث كليات من جامعة حلوان بتجميل الكتل الخرسانية المتواجدة بميدان سيمون بوليفار باعتباره أحد محطات موكب المومياوات. زي ما أنت شايف، هم عملوا لوح فنية وحولوا كتل ملهاش أي معنى موجودة في الشارع
اتحطت في ظروف معينة إلى مكان جمالي رائع هم نفسهم فرحانين بيه جدا، فكان ضروري إن احنا نشجعهم ونقول لهم كمان محتاجين منهم بقى إن احنا هننتقل للميادين والشوارع في مصر ونحاول نستغل قوتنا الناعمة في وجود طلاب فنانين إن هم يبقى لهم دور في الأرض بإذن الله. جديد لوحات إن شاء الله هتكون في طريق نقل الموكب المومياوات الفرعونية من متحف التحرير أو متحف مصري بالتحرير الى متحف الحضاره اللي موجود في الفسطاط. فالموكب بدل ما يعدي وده هتغطيه كل قنوات العالم وهيتشافوا قرب مليار نسمه في الوقت ده هم يشوفوا خطط خرسانيه صماء غير ما هيشوفوا لوحات فنيه جميله بتحاكي التاريخ المصري. وقدم أساتذة وعملاء الكليات والطلاب شرحا مفصلا حول تصميم هذه الجداريات مؤكدين أنه اعتمد على توثيق تراث الحضارة المصرية القديمة بطريقة فنية تراعي الأصول الفنية والمعاني الرمزية والتعبيرية وبأسلوب فني حديث يتماشى مع المجتمع المصري المعاصر. حاولنا أن احنا نستخدم الألوان تقريبا مقاربة للألوان الأثرية، حطناش ألوان كتيرة لاعتماد التصميم على الحفر والبارز والغائر. قعدنا أسبوع والرسومات دي المفروض يعني عشان في نقل المومياوات الملكية فهي تعدي على الحتة دي المفروض نجملها يعني رسومات فرعونية تليق يعني بالموكب لها يعني. تبقى صبغات وابتدينا نحط الصبغات ونلونها ونكون الألوان وبكان نبتدي نحطها واحدة واحدة وضبطنا الحمد لله الموضوع. يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية و17 تابوتا ملكيا يرجع إلى عصر الأسر 17 والثمانية عشر والتاسعة عشر والعشرين وتشمل 18 مومياء لملوك وأربع مومياوات لملكات. أن تحول هذه الكتل الخرسانية إلى لوحات فنية هو دليل على مهارة الطلاب المصريين في الرسم والنقش وتؤكد في الوقت نفسه على دعم الحركة الفنية في الشارع المصري لتظهر مصر في أبهى صورها. من ميدان سيمون بوليفار محمد الخطيب النيل. عناوين الختام: مجلس الوزراء يقرر أن يكون غدا الخميس إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال بسبب توقعات الطقس السيء. عمليات تطهير وتعقيم واسعة بجميع المطارات المصرية ومترو الأنفاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية تقول إن فيروس كورونا تحول إلى وباء عالمي ومعدل الإصابات يواصل ارتفاعه في أوروبا. ختام بانوراما. إلى اللقاء.